أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات مفتوحة. في هذه الحلقة سوف نستعرض المسارات القانونية والتعثر لقضية شهداء جمعة الكرامة الذين سقطوا قبل عامين هنا. سوف نناقش هذه القضية مع عدد من المحامين والمهتمين. ينتظر أهالي الشهداء معاقبة قتلة أقاربهم، لكن القضية لا زالت تراوح مكانها بين الإجراءات في أروقة القضاء وبين عرقلة قانون الحصانة وعدم توصيف القضية كقضية إرهابية يستثنيها هذا القانون من تحصينه. المحامون يحاولون تتبع سير القضية مع كل تلك العراقيل وعدم العثور على غالبية المتهمين أو عدم محاولة البحث عنهم في الأساس. المحامي فيصل المجيدي أحد أولئك المحامين الذين تحدثنا إليه. لا زال إلى الآن هناك 43 شخص في عداد الهاربين من إجمالي 78 المتهمين بارتكاب جريمة جمعة الكرامة. 12 اختفوا بعد أن أفرج عنهم، 31 شخص لم يتم القبض عليهم مطلقا. يعني كيف تقيم إذن سير هذه المحاكمة؟ ما ذكرت من أرقام والتي أوردتها منظمة هيومن رايتس، وأيضا هي تحكي عن ملف القضية باعتبار أن 31 متهم قدموا كفارين من وجه العدالة لم يتم القبض عليهم، وهؤلاء هم الأخطر في هذا الملف. لكن هل هم كل المتهمين الحقيقيين حتى هؤلاء 79 وليس 78؟ لكنهم حسب قرار الاتهام 79 متهما. نعتقد أنهم مجرد أدوات. المتهمين الحقيقيون والذين خططوا بل وتابعوا وبشكل مباشر لم يتم التحقيق معهم، لم يتم حتى مجرد البحث عن وسائل لإحضارهم. ومن ثم هؤلاء الأشخاص الذين تم أو لم قدموا كفار من وجه العدالة لهم عناوين، وبإمكان أن النيابة أن تصل إليهم، لكن النيابة كانت تشكو وحتى في جلسة المحاكمة ومن ذلك جلسة 13/10 بأن كان هناك تعامل سلبي جدا من قبل الأمن ومن قبل كل الجهات الرسمية، وبالتالي لم تستطع أن تقوم سوى بهذا الجهد. النائب العام السابق الدكتور عبد الله العلوفي بدأ بالتوصل إلى خيوط، ومن ثم طالب بإجراء التحقيقات مع قيادات في الداخلية ومع قيادات أخرى نافذة في الدولة. ومن هنا كان النائب العام يوجه رسائل إلى الحكومة حينها بإحضار هؤلاء الأشخاص وإلى قوة الأمن، لكن لم يتم الاستجابة له. ومن ثم أدى ذلك إلى القرار الواضح والفاضح بإقالته من رئاسة أو كنائب عام ممثل للمجتمع. ترتب على ذلك أن أعلن أولياء الدم وأعلننا نحن في الساحة القانونية ساحة التغيير بمقاطعة التحقيقات. عند إجراء الانتخابات وظهور قيادة جديدة لليمن تفاءلنا خيرا وعدنا إلى المحاكمة، لا بهدف السير بتلك الإجراءات التي نعتبرها في بدايتها لم تكن سوى مسخا من الإجراءات. عدنا لأجل إعادة القضية وإعادة النصاب وإعادة التحقيق مع من نعتقد أولياء الدم بأنه كان لهم دور وهم قيادات سياسية في الدولة وحقيقة أركان النظام السابق. طالبنا بهذا الأمر. أن المحكمة بدلا من أن تقوم بالفصل بهذا الأمر سواء بالسلب أو بالإيجاب، خاصة مع قول النيابة بأن الأمر متروك لا، وأيضا مع مطالبة المتهمين حتى بإعادة ملف القضية للتحقيق ومحاكمة أيا كان متهم في هذا الأمر، المحكمة تصدت من ذات نفسها وجعلت نفسها مكان أولياء الدم والأطراف، وقامت بإحالة ملف القضية بدعوى أن وجود قانون الحصانة يقتضي التقرير بشأنه، إما هو موافق للدستور أو عدم موافقته للدستور، فأحالته إلى المحكمة أو إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل فيه ومدى موافقته للدستور والشريعة الإسلامية. المحكمة والدستورية وعند صعود الملف إليها في 28/11/2012 قامت بنظر الملف فقررت بأن الإجراءات أو إجراءات الإحالة إليها بهذه الطريقة لم تكن موافقة للمادة 153 من الدستور ولا كذلك المادة 186 من قانون المرافعات، فرأت أن الطريقة غير صحيح
وبالتالي قامت بعدم قبول الإحالة. لم تناقش قانون الحصانة من ناحية موافقته للدستور من عدمه، ولكنها ناقشت الإجراء باعتباره أو الطريق لم يكن طريقا قانونيا، وأعادت الملف إلى المحكمة الابتدائية لموالاة السير وفقا لذلك بالفصل، إما بطلبنا إما بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما كان يفترض على المحكمة أن تقوم به من البداية. يعني ورد في تقرير هيومان رايتس الذي صدر مؤخرا ذكر اسم أحد الشهود، تحدث عن اسم محافظ محافظة المحويت بالاسم، وهذا الشاهد هو الذي كان يصب الزيت على أو البنزين على الحائط الفاصل ما بين المعتصمين ويعني من يوصفون بالبلطجة. اسم محافظ المحويت ورد كأحد المسلحين الذين كانوا موجودين في المكان، يعني أبنائه أو اثنين من أبنائه وردوا في قائمة الاتهام، لكن الرجل إلى الآن هو لا زال محافظ المحويت ولم يطلب حتى التحقيق في ضلوعه من عدمه. يعني هل هو موجود في يعني وارد في طلبكم التحقيق مع المحافظ أو ما شابه؟ بالفعل ليس منظمة هيومان رايتس فقط من ذكرت هذا الأمر، لكنها أيضا وثائق القضية بأكملها، هناك شهود ذكروا هذا الأمر وذكروا تواجد المحافظ، وهي أدلة استندنا لها نحن في طلب تقديمنا أيضا لمحافظ المحويت، باعتبار أن الأدلة طرقت هذا الأمر. نحن لا نستهدف أي شخصية محددة بذاتها، ولا نريد أن يفهم من كلامنا أننا نستعدي شخص لمجرد الاستعداء، لكننا نتحدث وباعتبارنا مهنيين وقانونيين بأن هذه الأدلة فعلا وردت، ولهذا ورد اسمه من ضمن 13 الشخصية التي تقدمنا بها وابتداء بالرئيس السابق، وطلبنا التحقيق فيها. يعني بالنسبة للأشخاص الموجودين الآن محتجزين على ذمة القضية، يعني بصفتك أنت محامي وعرفت هؤلاء الأشخاص أو اقتربت منهم من التحقيقات معهم، هل تجد أنهم فعلا من المطلوبين الأساسيين؟ حتى أكون صادقا، نحن لم نقترب من المتهمين لكننا مقتربين من الضحايا، لكن حقيقة نعتقد أن هناك ثمة أخطاء في التحقيقات قد تكون أوقعت البعض الذين لهم دور، ولكنه دور ليس بذلك الدور الذي يمكن أن يجعلهم في هذا المكان. يعني هل يمكن أن نصل إلى مرحلة تصنيف ما حدث في جمعة الكرامة إلى عمل إرهابي بحيث أنه يتم استدعاء أي من الأطراف؟ بالله عليك، إذا لم تكن جمعة الكرامة عمل إرهابي، فأي عمل يمكن أن نطلق عليه عمل إرهابي؟ هذه الجريمة مصنفة وفقا لكافة الوثائق الدولية العالمية، وفقا للدساتير، وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، بأنها أنا شخصيا أصنفها من ضمن الجرائم الإرهابية بامتياز. هي جريمة ذات بعد دولي متعلقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتصنف من الجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم إرهابية بكل معنى الكلمة. هي من الجرائم الأخطر اخترت على مستوى العالم، جرائم الحرب، جرائم الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، فهي مصنفة ضمن الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، خاصة وأنها قد ارتكبت بتنظيم دقيق وتخطيط وهجوم واسع النطاق على أشخاص مسالمين كانوا متظاهرين يطالبون بحقوقهم. منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أصدرت مؤخرا تقريرا متكاملا حول تفاصيل القضية، مستندة على عشرات المقابلات لشهود عيان ومتهمين وتفاصيل تحقيقات. الباحث السابق للمنظمة عبد الرشيد الفقيه حدثنا حول بعض تفاصيل القضية وما شابها. شاب التحقيقات كلها منذ البداية عدة خروقات تثير الشبهات، ابتداء من النائب العام، أولا إقالة النائب العام وتغيير النائب العام، ثم تغيير وكلاء النيابة اللي هم في إطارهم في إطار المنطقة في إطار المنطقة، والإتيان ب وكلاء جدد كان فهم من هذا كله من أجل تمييع القضية.
من أجل العبث بالتحقيقات، وبعدها صارت الإجراءات كلها بهذا الاتجاه، اتجاه لا يخدم العدالة كقيمة، لا يخدم الضحايا والانتصاف لهم، بل يخدم التعتيم على هذه القضية وحقيقة من ارتكبها، من المسؤول عنها، من كل هذا. القضية الآن أعيدت من المحكمة الدستورية حسب ما علمنا، يعني كأن القضية ستبدأ من البداية، هذا بعد مرور عامين، يعني إذا تابعتم هذه التفاصيل، يعني إلى أين سنذهب بالقضية؟ هو كان ذهب للمحكمة الدستورية بخصوص قانون الحصانة، وعاد وسائل نفس الدرجة، لأنه لم يحكم بعد في القضية، لم تحكم المحكمة لا بإدانة ولا بتبرئة أحد، لهذا هي ستعود لنفس المسار الأول الذي توقفت عنده بجلسات المحكمة، ستستأنف أعتقد المحكمة جلساتها للنظر في القضية، لكن أنا لا أعرف كيف ستمضي المحكمة بإجراءات التقاضي، وهذه الخروقات بالتحقيقات والإجراءات الأولية كلها تغرق القضية. لا أعتقد أن هنا مسار العدالة سيمشي بشكل حقيقي وجاد يخدم العدالة ويخدم الضحايا. لدينا مشكلة حينما رفعت القضية للمحكمة الدستورية بخصوص قانون الحصانة، أنا أستغرب كيف المحكمة الدستورية حكمت بعدم النظر في دعوى بطلان قانون الحصانة. قانون الحصانة هذا أسوأ جريمة ترتكب بحق اليمنيين، هو تكريس للإفلات من العقاب، كان في السابق مكرس الإفلات من العقاب في اليمن بطريقة غير قانونية بدون نص، اليوم شركاء الحكم والأطراف كرست هذه الجريمة، جريمة الإفلات من العقاب بقانون، واليوم المحكمة الدستورية تؤكد على 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 هذا القانون بإجراءها، أكدت على هذا القانون. بالنسبة لكم كحقوقيين، يعني هل تعتقدوا أن يعني مطالبتكم بتجميد قانون الحصانة، خصوصا بعد أيضا بعد صدور تقرير هيومن رايتس والمطالبات التي حدثت فيه بتجميد قانون الحصانة، هل تعتقد أنكم ستصلون إلى شيء؟ لابد من تجميد قانون الحصانة، المنطق يقول ذلك، العدالة تقول ذلك، القوانين الدولية تقول ذلك، الاتفاقيات الدولية. اليوم قانون الحصانة موضوع للابتزاز بين الأطراف فقط، كل الأطراف مستفيدة من قانون الحصانة فعليا، وهو مطلب بكل يبدو أنه لكل الأطراف ليس لطرف واحد، وهي تتبادل التنابز به، وهذا سيء أن يصبح موضوع العدالة مجرد موضوع ابتزاز بين الأطراف بشكل مبدئي. لابد إذا أردنا أن نتحدث عن تحول في اليمن، تحول جذري، لابد من استقرار. ما حدث جمعة الكرامة، يعني ورد في التقرير اسم الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، يعني كهيئة قضائية في يعني وزارة العدل أو مجلس القضاء، أو يعني لم يستطيع أن على الأقل أن يتخذ شيئا تأديبيا إلى هذه اللحظة، لم تطالبوا أنتم الحقوقيين ببعض هذه التفاصيل؟ في الحقيقة هناك مشكلة في عملنا الحقوقي بشكل عام، لكن أنا أعتقد أنه اليوم هو عملنا الحقوقي أي عمل حقوقي، تقرير أو بيان أو بلاغ، هو ادعى، هو زي عمل النيابة العامة بشكل موازي، هو ادعى. أنا أعتقد أنه بعد أن يرد تقرير دولي بهذا المستوى ويقول هذه المعلومات والتفاصيل، كان ينبغي على مجلس القضاء، على مؤسسة القضاء أن تباشر تحقيقات، على هيئة التفتيش القضائي أن تباشر تحقيقات في صلة هؤلاء الأشخاص بهذه القضية. هذه قضية مشهودة، قضايا ضحايا، عدد من الضحايا، عدد كبير من الضحايا، عشرات الضحايا، 45 قتيل، وعدد من المعاقين، عدد من الجرحى، لا زال معاناة الأسر إلى اليوم بسببها. لابد من القضاء إذا أردنا أن نقول اليوم هناك رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، إذا أردنا أن نقول هناك تحول في اليمن، إذا أردنا أن نقول هناك تحول حقيقي، العدالة لابد أن تأخذ مجراها، وأن يباشر القضاء أن يثبت لنا القضاء أن هناك تغيير. للأسف اليمنيين طوال الفترة الماضية فقدوا ثقتهم في القضاء. لابد من إعادة الاعتبار للقضاء اليمني، لابد من إعادة الاعتبار للنيابة العامة. أما أن نعيد الدورة من جديد، دورة المماطلة، دورة تمييع القضايا، دورة، فهذه بتكون كارثة، كارثة حقيقية على اليمنيين، ستحبط آمال اليمنيين بوجود تغيير حقيقي في البلد، ولا خيار سيكون أمام الناس. للأسف لا أعرف ما هي ستكون خيارة الناس. القضاء هو من سيعيد إذا قرب رد الاعتبار للعدالة، لسمعة القضاء، لقيمته في حياة الناس وأهميته. شكرا جزيلا.
تبقى قضية جمعة الكرامة معلقة بموضوع قانون الحصانة، كما يرى المحامي هائل سلام، وهو أحد الأشخاص الذين فقدوا أبنائهم خلال الثورة الشبابية السلمية. كيف تقيم سير قضية جمعة الكرامة أو مجزرة جمعة الكرامة قانونيا بشكل عام؟ هي كانت القضية وحيلة المحكمة قبل صدور قانون الحصانة، وبسبب هذا القانون ستتعطل القضية في المحكمة، كما تعلم بأن القاضي الابتدائي اللي هو رئيس المحكمة الابتدائية كان قد أحال القانون قانون الحصانة إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وأعادت في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا لبطلان إجراءات الإحالة، بمعنى أن المجال لا يزال قائما لإعادة إحالته مرة أخرى للدائرة الدستورية، إنما فقط كانت مسألة إجراءات. القاضي أحاله بدون دفع من ذوي الشأن اللي هم هيئة الدفاع، لم يتم الاحتجاج بهذا القانون أمامه، ولم يتم الدفع بعدم دستورية هذا القانون، وبالتالي فارتأت المحكمة الدائرة الدستورية بأن إجراءات الإحالة إلى المحكمة العليا كانت خاطئة وأعادته لتصحيح الإجراءات. وفي المال الأخير لابد أن يسقط هذا القانون، لأنه ببساطة ضد كل القوانين وشرائع السماء والأرض، ضد قواعد القانون الدولي. حتى إن ابن عمر مثلا استنكف أن يوقع على المبادرة كشاهد، ولم يتم إدراج أو إيداع نسخة من المبادرة في الأمم المتحدة، لأنهم يعلمون صراحة بأن هذا مخالف قواعد القانون الدولي. ومجلس الأمن نفسه والضمير الدولي بشكل عام يعني يتحرك من القول بأنه راعي لهذه المسألة، إنما يكتفي هو بالقول بأن هذا هو شأن اليمنيين، وللإيهام إيهام الرأي العام الدولي بأنه اعتبروا أن القوانين في اليمن تسمح بمنح حصانة خلافا للواقع. طبعا هم يضغطون في الغرف المغلقة على اليمنيين لكي يوقعوا ويمضوا هذا القانون، لكن علنا يتبرؤون منه، ولأنهم يتبرؤون منه ولأن القانون يمثل وصمة عار وصفعة قوية في وجه العدالة، فلا بد أن يسقط طال الأمد أو قصر. مشكلة هذا القانون ليس فقط تقتصر على يعني إفلات مجموعة من العقاب، وإنما تمتد إلى تحصين ثقافة الفساد نفسه، إنه يكرس القانون يكرس لثقافة أو لثقافة الإفلات من العقاب، وبالتالي يجب أن نسقط. المسألة لا تقتصر على أشخاص معدودين، هنا كان يمكن مناقشة الأمر والتسامح بشأنه حتى، لكن المسألة تؤدي إلى ترسيخ ثقافة معينة وتحصين ثقافة الفساد نفسه، الفساد والإفساد في الأرض. يعني إنه يعني في يوم من الأيام ممكن إنه تحدث مجازر ويتم منح قوانين حصانة جديدة وبالتالي ستصبح طبيعي. الإيمان بفكرة القانون بهيبة الدولة حتى تنتهي عند الناس. كل ذي قوة الآن، كل ذي قوة مادية لا يؤمن باحترام، يعني لا يحترم الدولة ولا يؤمن بفكرة القانون سيادته، وبالتالي سيستخدم قوته للإفساد في الأرض، وهي ثقافة معدية. طالما أنه سامحوا عديدين ارتكبوا جرائم مجازر تمثل أو ترقى إلى مجازر ضد الإنسانية، إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فكل ذي قوة الآن يعني ممكن يعمل كل ما في رأسه بدون أن يشعر بفكرة العدالة، المعنى الزجري للعدالة ينتهي عند الناس. هنا خطورة القانون. أين دوركم أنتم يعني كمحامين وكأطراف يعني قد تكونوا قريبين أو مترافعين عن أهالي القتلى؟ ضمن هيئة الادعاء ولا من هيئة الدفاع، لكن يعني كناشط حقوقي بارز في الساحة. إنما كل ما أعرفه فقط معلومات، كل المعلومات اللي نقرأها في الإعلام ونسمعها من الزملاء المترافعين في القضية. يعني قانونية هذا يعني اللي هو قانون الحصانة، يعني كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة أن يبطل هذا القانون لكي تأخذ العدالة مجراها؟ القانون أساسا
هو غير دستوري، مخالف لكل شرائع السماء والأرض، ومن السهل إبطاله، لكن بشرط وجود قضاء نزيه. وما تعرفوا أرض في هذا البلد، القضاء ما يزال مسياس وتابع للسلطة التنفيذية، وبالتالي ليس هناك إمكانية عملية من ناحية العملية وليس من ناحية النظرية للطعن ببطلان أو بعدم دستورية هذا القانون. وإذا ما طعن فيه جدلا فإن المآل هو تحصين هذا القانون قضايا بالنظر إلى تحصينه في حصانة من حصانة تشريعية للمجرمين والقتلة، وما سيحصل هو تحصين قضائي لهذا القانون بالنظر إلى حال القضاء القائم كما تعرفه ويعرفه كل الناس. أنتم كحقوقيين يعني لم تشكلوا تكتلا لمواجهة هذا القانون، لم يعني لا يوجد إلى الآن حتى إدانة من أي منظمة حقوقية في الساحة؟ لا، الإدانة قائمة وهناك نشاط ثوري، وهذا هو ربما اللي أعاق الأمر، يعني ما بين المعارك القانونية وبين المعارك الثورية ما زالت المسيرات تطالب بإسقاط الحصانة، إسقاط قانون الحصانة. هذا التداخل بين العمل الثوري والعمل القانوني الحقوقي، التداخل بين الأمرين هو الذي يعني منع الناس من اللجوء إلى استخدام هذه الوسيلة، بالإضافة إلى عدم وجود قضاء مستقل ونزيه. هذا يعيق الناس، يعيق نشاطهم بالتوجه إلى القضاء، خوفا من أن يحصن القانون بحصانة قضائية. طيب يعني أين الطريق أمام هذا الإغلاق الكامل لباب السير في القضية؟ المعركة هي معركة وجود إيجاد قضاء مستقل. كيف يتم إيجاد هذا القضاء المستقل؟ في نشاط ثوري في الأساس. أنت تعلم بأن النظام السابق الحالي يعني لا يزال مسيطرا على مجمل إمكانية الدولة، بما في ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. سيبقى الملف مفتوحا ولن يضيع حق وراءه مطالب، وسيكون على أهالي هؤلاء انتظار العدالة في أقرب وقت، خصوصا وأن كل الجنات موجودين ومعروفين، ولن يغلق هذا الملف حتى بعد حين.